مرحبا أحبائي، معكم عمو يزيد. كنت حاب نتكلم معكم في ظروف أخرى، ولكن ظروف هذه صعبة، الوضع خطير، لازم نقعدوا في الدار، لأن الحل الوحيد على حسب المنظمة العالمية للصحة قالت لكم البقاء في البيت، الكونفينمون هو اللي راح يوقف انتشار العدوى. دونك أحبائي من فضلكم، سمانتين ولا 10 ايام ما داو ما جابوا، والناس تقعد في الدار، قعدوا في الدار على بالي نتفهم الوضع. كاين اللي ما عندوش اللي يقضي له، كاين اللي زوالي، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي، ولكن لازم نشوفوا مع بعضنا، نعاونوا بعضنا باش نقعدوا في البيت. اذا كان جارك انسان مسن كبير وما عندوش اللي يقضي له، روح قضي له، ولكن يخرج واحد برك في العائله احبائي، واحد في العائله وما يطولش برا، ما يطولش يروح يقضي ويولي مباشره، وما كلاه تروح تقضي اليوم وغدوه وكامل، مره تقضي كاع واش تخص، بعد كي تحكش حاجه ومليح له كان في الحومه تتفاهموا، واحد ارجان ولا شاب هكذا يروح يقضي كاع الناس المسنين وكامل، او ميم طون سا فا رولونسي كاع لي لون سوليداريتي. اذا احبائي بقاو في البيت، شيء صعب. عمو يزيد كيبقى في البيت واش يدير؟ يحضر الحصص، يدير لكم رسائل، منشورات، يجاوب على رسائل تاعكم، يقرا الكتب، يشوف التلفزيون، يشوف الانترنت. مهم تاني احبائي الاطفال، شويه مراجعه، شويه مطالعه، شويه كتب، شويه روبورتاجات، شويه، ولكن على بالي حتسيبوا كيفاش تجوزوا وقتكم. عمو يزيد يحبكم بزاف، سلام.